صباح النور، صباح الفل والعنبر والياسمين والبطاطس المخلية. كيف حالكم؟ كيف انتم الإخوان؟ كل شيء مزيان الحمد لله. الصباح هذا تحنا شي شوية، ضربنا العومة صباحية، نشطنا بها شويش. امبارح بالليل ضاقت الصفحات، سطول هاد الماء كادو هو هادي تسمع، عمري ما شفت ديك الشتا. وما صابك كيبان الأمور شوية أحسن، جون تحس إن الكلام تقلب بزاف، كنعرفوش شنو يقدر يوقع. المهم غيخرجو شي دويرة وكدا، نشوفو نشرب شي حاجات وهادشي هدا. يوما النهار ما نفرصيوش بزاف، وأنا مدكدك باش غدا عاوتاني نقدرو نعطيو الجهد. باصات خاوي توريست هنا ما كيعرفوش هاد الباصات هادو، حتى الناس د البلاد هنايا ما كيستعملوهمش، ماشي كيستعمل المواطن. بغى يتسارى بالي يقدر يتسارى جزء كبير من بالي غير في هاد الباصات هادو. حاليا راهم يعني باطل، خصو يكون عندك غير كارطة بحال هادي ديال الترونسبور كتبوانتي بيها، ولكن ما كيقطعو والو، قطعو زيرو روبية. اما كتبينها في هاد الاعلانات هنايا يقول لك زيرو روبي، ودور مع راسك في بالي حتى تشبع موجودين تبارك الله. ما باقي كيجربوهم دابا عليا، باقي فابور اتشتار الاخوان. وما هنايا عندهم عادية ولكن قطارة. الله إلا طاقة واحدة كتبدأ بمجهدة. الرعد قطارة ما عندهم نورمال، كيشبرو كيلبسو ديك البلاستيك عليهم، كركب في الموطور وكمل الطريق ديالو. كاملين عندهم ديك البلاستيكة، حتى ديك كبوط كيجي كيلبسو كيزيد مع الطريق. هنا كتجينا غريبة. المهم مطاعم هما هنايا. لابس بلاستيكه ومش عرفت واش بان لكم ولا. ولكن تبارك الله ربي عطاهم الشتا هنايا بزاف، تبارك الله هنايا محتاجين فيها. هانتي بلاستيك ولبس وزيد مع الطريق، ما كاينش مضوله. تسمج هداز دابا كتعرف شمخت شمخت تبارك الله. مصيبة شتا ديال الفيضان هادي. الشتاء وما أدراك ما الشتاء، وقيلا شي 3 ساعة الزهوة الشتاء موقفتش، الشتاء هو هدا مع راسك. المهم مشينا حسنا وتغدينا الأوطيل كنستنى غي تفطر شي شوية، بغات شي تفطر تبارك الله. تولنا نازل
والله خسرت ما خسرت شي هادي في الدار نخرج السنة. سقسيت على واحد الأكلة كنت فتشت عليها في جاكرتا وما جبرت شي، ما هنا سولت عليها قال لك يبداو مع الستة وكنخرجو مع ديك الستة هكداك تفتشو عليها قيسو هاد الأكلة هادي اليوم نعملو شوية تقيس. احنا خرجنا دابا في الشتاء فتشوا على مرتبك والتيرامبولانغ، غنجربوا هاد الاكلات هادو اليوم. مرتبك هو اللي كيقولوا له مطبقه في السعوديه، غنشوفوا هنايا كيفاش كيعدلوه. وكاين التيرامبولانغ في حاله ولكن هو عباره عن كيكه. المهم غنشوفوا كيفاش عام إذا لقيتهم بعدا، الظاهر أن كاملين كيبريباريوهم بعد الستة فوق الستة العشية كيبداو يخدموا هاد الأماكن اللي كيعدلو هاد الأكلات هادو، معرفتش علاش كيعملوهم شي في الصباح. المهم غنشوفو دابا الشتا ما عاد توقفش اليوم تبارك الله ما شاء الله. جبرتهم باقي كيوجدوه يلاه فتحوا قال لي رجع دابا شوية هضرة شي دويرة هيدا كاين شي سوبر مارشي واقيلا بعيد شوية سوبر مارشي هكدا كبير. المهم غنشوف شوف شنو كاين هنا تمشى شي شوية ورجع عندو شوف واش وجدو حالهم ولا لا. وهادوك الاخوان هما السوبر مارشيات ديال الفا مارت، هما اللي كاينين بزاف هنايا الفا مارت و اندو مارت كاينين بزاف هنا في كل حد بين وصل. منهم كنتسوق انا كنشري بزاف د الحاجات عاملين بحال بقال ولكن موجودين في كل بلاصه. اشنو ما فيهمش كلشي خضره وهادشي ما تجبرهاش كتبع تما، عندهم غير داكشي د المشروبات وهادشي ديال الكيكات ما داكشي موجود الحاجه سيد العاديين بالدار. اخوان جينا صلينا هنايا في مسجد الرحمه مكتوبة تما ما شاء الله تبارك الله الإمام تبارك الله عليه. هادو كيعملو أدعية مرسلة أدعية و تصبيح و داكشي اللي كتعمل كامل كيعملو بصوت مرتفع. دابا نرجعو نشوفو ديك خينا واش فتح ولا لا. أخيرا جبرنا مفتوح هاهو معنا كيعدلوه عدلوا لنا الأكلة ديالنا حتى تشتري في ماليزيا وما جبرت حتى شي وجاكرتا ما كيعدلوها غير بالليل واقيلا عليها وانا كنخرج بالنهار كنتهيس بالليل ما كنخرجش بزاف. هذا هو الطبق الاخوان هذاك اللي كيكون واجد كيفاش كيكون الرغيفه ديالنا ولكن كيزيدوا لها خضره من داخل. متعدل وهادي دواليما كيوجد وحده اخرى تما ديك الحلوه هي الحلوه كتسمى لها الشوكولاته.
كاينه حلوه وكاينه مالحه. اخيرا جبت مرتبك. مرتبك وشنو ياخذ شي حاجه. انا ما كتب لكم اسم ديالو، هما جوج. هنايا ما كاينش اضاءه مزيانه في الغرفه، غير سمحوا لنا. هما جوج باكيات تبارك الله خلصنا فيهم 42000 روبيه. 42000 روبيه. هذا الحلو، الحلو من بعد بداو بحقابه باكي بس سخون. حقي صعب لا نسمع فيه، كنت دايز حدا ديك الحيوانات. كنت ماجي. اللي كيشوف في يدي هذا كامل مرتبة كنقول له يا صندوق. تعطيو معاه الحاجة، تكتيو معاه لي صوص. هانتوما لي صوص، نصور لكم بعدا. هاتي كيفاش غادي نعمل. والله كيفاش كيجي مقطع، ماشي لعيبة. شنو هادو؟ خضرة. خضيرة هنايا. طيب نقيسو هاد بحقا كيفاش سخون. ياي هاي شوطني. بحال الرغيفة وعامرة من الداخل بالبيضة مخلطة بالخضرة. بسم الله. يا سلام، جدد هذا نورمال ما فيه جدد. بحال شي طورطية محقا كاينة زيوتاتو. الليل الليل هادي هي الأكلة المفضلة ديالي دابا. ما حفتش سالة في ماليزيا، ما جبرتوشي هنا في جاكرتا عرفت شحال درت الطريق. هما كيعدلو غير بالليل، الظاهر انهم كيعدلو غير بالليل. سولت على ديك الحلاق قالت لي فوق الستة، فتش عليه فوق الستة، قبل الستة ما عجبروش. مشكلة هاد الأكلة هادي علاش كتوجد فوق الستة. شنو هذا اللي عطاه؟ سمبل. الحار. لا 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 لا. عطيني ندير الحريورات هنايا، هاهي مصورة فين؟ عيد ما عليا، هلكني أنا. بحال التورطية وعامرة من الداخل. الإضاءة قلت لكم ماشي مزيان هنا في الغرفة، سمحوا الناس.
بسم الله. واه واه مقنطي هذا. هذا عامل 25,000 والاخر 17,000. 25,000 شحال كتجي؟ 16 10 شي 17 دراهم ضخمة. ما فاهمة يتسنكر صراحة كي قهمة داز الزيت بزاف. والآن جا الدور ديال اللي حلو. أنا مقهوم صح. يا هذا تينا كطلب باش يعملو لك بحال هذا آخر فيهم بزاف تما عند محمد فيه بزاف الحاجات. أنا طلبت ببيان. شوفوا هاد بيان كيفاش عامل. هاو كيفاش كيجي. تبارك الله. غير هذا دابا تقنيت هذا. حبستيلي. بسم الله. واو الزبدة بزاف. وكا العجينة واخا كتبان بحال كيكة هي ماشي بحال كيكة، هي بحال بغرير. عجينة بغرير هي في أصلا فيها هذيك الخيوط بحال في فورمات بغرير شتيها. ماشي كيكة هادي يعني داكشي ديال البغرير بحال بغريرة كبيرة غليظة. واه وشو نعس هادي هادشي. بسم الله مدو يدكم. هاد جوج باكيات ياكلوهم جوج ديال الناس. عشا مضخم. منك جو الطرف دابا عندي مشروب ما نوري لكم. مشروب هذا هذا واعر تكون تقيسوه من تجيو من هنا. توجو كورما. توجو كورما. توجو هي سبعة، كورما هي التمر. سبعة تمارات انا مصور فيه التمر. هذا الحليب بالتمر واعر. الحليب هو السوسو. السوسو هو الحليب. توجو كورما واعر. صباح اللي قيستو واعر واعر. المهم باش ما نطولوا شي فلوغ هنشوفكم غدا ان شاء الله. غدا عندنا نهار مهم فيه ما يتشاف. فيه ما يتعمل. هيكون نهار مرهق. من الفجر حتى المغرب. المهم تبعونا غدا ان شاء الله. يلا خليناكم على خير. انا صافي بديت كنت عاود. يلا غدا ان شاء الله. باي.